السلام عليكم متتبعي قناة تيكنو اندرويد ايفون، مرحبا بكم في فيديو جديد. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله هو عن طريقة تسجيل المكالمات على اجهزة هواوي واجهزة هونور. كيف ما كتعرفوا الاجهزة بزوج كيشتغلوا على نفس نظام الاندرويد، لكن يجب ان يكون نظام الاندرويد 9 او 9.1 باش غادي نعرفوا الجهاز ديالنا هونور او هواوي كيدعم نظام 9 او 9.1. كندخلوا الاعدادات، ركزوا معايا، كنزلوا النظام كيف ما كتشوفوا حول الهاتف، كيف ما كتشوفوا اصدار الاندرويد اللي هو 9، ولا كان 9.1 في الطريقه غادي تشتغل معك بدون مشاكل. لكن اصدقائي قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تخبطوا لايك باش لا فيديو يوصل اكبر عدد من الناس وكل شيء يستفيد. تنبغي نشكر كاع الناس اللي بشاكل معايا، تنقول لكم شكرا من هذا المنبر على دعمكم لقناتي. باش ما نطولش عليكم خليكم معايا باش نبداو الشرح. نذكركم اصدقائي باش نعرفوا نوع النظام اللي عندنا في الجهاز ديالنا. لاحظوا معايا، كندخلوا الاعدادات، كنزلوا لتحت حتى كنلقاو نظام. لاحظوا معايا، كندخلوا الحول الهاتف. لاحظوا معايا اصدار الاندرويد اللي هو 9، وإلا كان 9.1 فنفس النظام غادي تشتغل معك الطريقه بدون مشاكل. كما كتعرفوا نظام الاندرويد 9. ثاني حاجه باش ناكد لكم بان الهاتف لا يقوم بتسجيل المكالمات، لاحظوا معايا كندخلوا اتصال، كنمشيو الاعدادات ديال الاتصال. لاحظوا معايا اعدادات، لاحظوا معايا لا توجد خاصيه تسجيل المكالمات قبل. لاحظوا معايا بعد اضافه الاضافه غادي نوريكم الطريقه بانها غادي تضيف لنا قدروا نسجلوا المكالمه. لاحظوا معايا مكان تسجيل المكالمات كاينه تقويم يعني مذكره. اول حاجه اصدقائي الرابط ديال الاضافه غادي تلقاوه في الوصف تحت لا فيديو، ما عليكم الا تمشيو توجهوا الى المتصفح وغادي تنزلوا هاد الاضافه هذه. طريقه التنزيل فهي جد سهله وطريقه التثبيت ايضا فهي جد سهله. لاحظوا معايا تنزيل، ما عليكم الا تساينوا حتى يتنزل التطبيق. التطبيق صغير صغير جدا، تثبيت لاحظوا معايا كنوريكم الطريقه بالتفصيل. تم الان كلشي مزيان، غادي نمشيو نعاودو ندخلو لجهه الاتصال او نبغيو نتصلو. لاحظوا معايا غادي نضغطو على ثلاثه هاد النقاط الاعدادات. لاحظوا معايا ركزوا معايا تسجيل تلقائي للمكالمات، تزادت عندنا هاد الخاصيه اللي غادي تولي تسجل عندنا تلقائي يعني رسميه. كيف ما كتشوفوا اصدقائي تفعلت معنا الاضافه ديال تسجيل المكالمات كيف ما كتشوفوا، من قبل ما كانتش الان تفعلت معنا كيقوم بتسجيل المكالمه يعني تلقائيا بلا ما نضغط على زر التسجيل يعني طريقه رسميه. غادي نقوم بايقاف الاتصال. الان فين غادي نلقى الملف ديال الصوت اللي تم التسجيل ديالو؟ لاحظوا معايا غادي نمشيو ندخلوا المدير الملفات كيف ما كتشوفوا غادي نلقاه في الاعلى. الصوت يعني واضح كيف ما كتشوفوا. المهم اصدقائي واحد المعلومه، اللي اشتغلت عنده الطريقه وبغاها تبقى عنده ديما خاص يبقى عنده النظام ديال الاندرويد 9 او 9.1. الطريقة الجاية غادي نوريكم كيفاش توقفوا النظام يعني باش ما يبقاش يوصلكم التحديث. اللي باغي طريقة ديال تسجيل المكالمات تبقى عنده في الجهاز ديالو سواء كان هواوي او هونور. المهم اصدقائي وصلنا للاخر ديال لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا منه وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. تحياتي لكم، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد في عالم الهاتف.